وان كان مرونه ومهارات اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي سمحت ان باكين، باك شمال وباك يمين، يخشوا في قلب الدفاع فيجيدوا تماما. منهم واحد النهارده لازم المنتخب يعني يضع في عين الاعتبار، اللي هو ايمن اشرف. يعني انت لو انت قيمت الاكثر ثباتا واداء في الدور الاول بين مدافعي مصر هتجد هو. ما شاء الله. طبعا ده لو طويل شويه كان بقى حكايه ثانيه. لانه ما نعرفش نطوله شويه؟ لا، هو بيعالجها بالذكاء. بيفكرني بالكابتن حسن حمدي، انا قلت لك. لم يكن لعيب طويل فارع الطول او الهدر، لكن كان اللعيب اللي يعرف ذكاء المركز يقف فين ويبين لك ان الكوره سهله زي خدها ويبتدي بيها. هو ده اللاعب اللي عارف امكانياته ويلعب في حدودها.